بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلبة والطلبات، أهلا وسهلا بيكم. أتمنى كلكم يا شباب تكونوا كويسين وبخير. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض الدرس الثاني من البروبابيليتي. درس سهل وبسيط، ولكن هو يمكن كله قوانين وشغل الجبر شوية. فتعال كده واحدة واحدة نبتدي نتكلم على بروبابيليتي تالتة إعدادي. تقول لي إيه ده؟ هو القوانين هي بتاعت تالتة إعدادي؟ هو بالظبط، أنا مش هقول أي حاجة جديدة. تعالى كده أعمل لك ملخص كده سريع عن البروبابيليتي كلها. بص يا سيدي، البروبابيليتي نبتدي كده من البداية خالص، بتاعت أي impossible event، حاجة مستحيل تحصل، عبارة عن كام؟ تقول لي زيرو. يعني أي حاجة، مثلا أقول لك البروبابيليتي إن فيل يطير، أي هبل كده، طبعا زيرو. نيجي لتاني حاجة، البروبابيليتي أوف certain event، إن حاجة أكيد هتحصل أو sure event، 1. طب البروبابيليتي بتاع اي حاجه بقى، اي ايفنت في النص مثلا، اي ايفنت اسمه ايه، لازم يبقى رقم ما بين ايه وايه، ما بين الزيرو والون. يعني لو حضرتك جاي طلب كلمه probability لقيت لفظ البي ده في الاول، وانت طلعت اجابتك 2 بوينت حاجه، انت اكيد غلطان. يعني انت ايه، اصل السيرتن ايفنت الحاجه اللي اكيد هتحصل ب1. البروبابيليتي الثانيه دي بتبقى رقم فراكشن، يعني مثلا ايه 2 من 3 فرصتي، 2 اوفر 3، 5 اوفر 6. لما تبقى فرصتك 6 من 6، يعني انت عندك 100% تشانس ان الحاجه تحصل. تمام كده؟ طيب ماشي، يبقى عرفنا ان البروبابيليتي رقم ما بين الايه؟ ما بين الزيرو وال1. ادينا مساله مثلا او اكزامبل كده. لما مثلا اجي اقول لحضرتك انا حذفت زهره، الزهره دي ممكن يطلع لي فيها يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6، طب يا 5 اهو، معلش كتبت 5 الاول، يا 4 يا 6، دي اللي ممكن يطلع لي. لو جيت قلت لك ايه البروبابيليتي مثلا يطلع لي رقم ايفن، تقول لي والله بص ال2 ايفن وال4 ايفن وال6 ايفن، ثلاث ارقام بس من كام بقى؟ اوت اوف 6 اوبشنز، يبقى 3 من 6، 3 اوفر 6 اللي هي اهو. تمام كده، هو ده فكره البروبابيليتي. كلام محترم، ماشي يا مستر. عرفنا ان البروبابيليتي خلاص بيبقى رقم ما بين الايه؟ ما بين الزيرو وال1. طيب نتكلم بقى على قوانين البروبابيليتي. في ثالثه اعدادي حضرتك اخذت، لو انا حابب اجيب probability اوف A يونيون B، تقول لي كان القانون بتاعها عباره عن ايه. بص كده، كان زمان كده كنا نيجي نرسم لحضرتك دايرتين ونقول لحضرتك يا باشمهندس ادي الاي وادي البي. لو انا عايز اخد الاي والبي مع بعض، تقول لي بص كده القانون بيقول ايه، لو حابب اخد الاي، بص كده علمت على الاي اهو، وعايز اخد البي معاها اي يونيون بي، تقول لي ما انا لو جيت علمت على البي هبقى بعلم على الجزء اللي في النص ده كام مره. بص بص بقى، لو علمت على البي معاها ايه ده، الجزء الانترسكشن اللي في النص ده انا كده علمت عليه مرتين. تقول لي اه، يعني انت قصدك ان انا كده خدت حاجه مرتين فاقوم منقصه. بمعنى قانون بقى البروبابيليتي اوف A يونيون B عباره عن probability of A بلس البروبابيليتي اوف B ماينس البروبابيليتي اوف A انترسكشن ماينس الانترسكشن. تقول لي اه فهمت، فده قانون عند حضرتك. يبقى البروبابيليتي اوف A يونيون B عباره عن probability of B of A بلس probability of B ماينس الانترسكشن. ونفس الكلام العكس، يعني لو انا وديت اللي بالماينس دي هناك وجبت اللي باليونيون دي هنا، فبص كده يبقى probability of A intersection B equal probability of A plus probability of B، اوكي، بس ماينس الايه بقى؟ ماينس الاي يونيون بي. بص انا كل اللي عملته وديت اللي باليونيون هنا وجبت اللي بالانترسكشن، هو نفس القانون. تمام كده، ده كان اول جزء عندنا اللي هو الجزء الخاص بالايه؟ الجزء الخاص باليونيون. طيب نيجي لتاني قانون عندنا، اليونيون والانترسكت. تاني قانون عندنا بيتكلم على الايه؟ على الديفرنس. ماشي، هما كام قانون؟ هما تلاتة. ايه قانون الديفرنس؟ قانون الديفرنس بيقول ايه؟ قال لحضرتك بص، لو انا عايز اعرف البروبابيليتي اوف ايه ديفرنس بي، طيب يعني ايه ايه ديفرنس بي؟ هنرسمها اهو ونستنتج القانون مع بعض. ادي الايه اهو وادي البي اهو. لو انا عايز اعرف ايه خبي منها البي، يعني ايه ايه ديفرنس بي؟ ايه خبي منها البي، شايف البي دي اخفيها مش عايزها، فيتبقى لي ايه في الايه؟ الايه خبي البي، مش عايز البي كلها، يتبقى لي الحته دي بس. تقول لي طب ما دي عباره عن ايه؟ كانها البروبابيليتي بتاعت الايه كلها ما عدا الجزء الصغنطوط ده، يعني ما عدا الايه؟ ما عدا الايه انترسكشن بي. اه، وده القانون بتاع حضرتك. يبقى احفظ معايا كده، probability of a minus b عباره عن الايه minus الانترسكشن. نفس الكونسبت ده لو قلت لحضرتك probability of x minus y، تقول لي probability of x اول واحد minus probability بتاع ال x intersection y. دايما كده probability of b minus a عبارة عن probability of b minus probability of b minus a.
الكلام ده مهم نبقى عارفين، تمام؟ ده كان في حالة الديفرنس. تقولي عندنا قانون في ايه تاني؟ عندنا قانون في الكومبلمنت. الكومبلمنت اللي هي الايه بقى؟ اللي هي الداش. يعني ايه الكومبلمنت؟ لو انا قلت لك probability of a داش، ايه الاي داش ده؟ الاي داش معناها لو انا عندي سامبل سبيس كده، عايز كل حاجة بره الاي. يعني ادي الاي، انا مش عايز الاي، انا عايز اللي براها، عايز كل ده. تقول لي طب ما هي البروبابيليتي بتاعت الشور ايفنت او السامبل سبيس كلها بكام؟ سيرتن ب1، صح؟ يبقى ايه البروبابيليتي بتاعت داش كل حاجه ما عدا الاي؟ يعني 1 ماينس البروبابيليتي بتاعت الاي. اعرفها كده. ومش بس الاي ده، لو قلت لك probability of اي حاجه داش، اي يونيون بي داش، دي معناها ايه؟ 1 ماينس البروبابيليتي of اي يونيون بي. يبقى البروبابيليتي اي حاجه فيها داش، طالما كلها داش، probability of عفريت داش، اي حاجه، بطيخه داش، اي حاجه داش كده، عباره عن 1 ماينس البروبابيليتي الحاجه اللي جواها دي، البطيخه نفسها، ايا كان الحاجه اللي جوه، تمام كده؟ فاعرف معايا الكلام ده، probability of حاجه داش 1 ماينس الحاجه، البروبابيليتي بتاع الحاجه طبعا، تمام يا باشمهندس؟ ده كده يعني الفكره عندنا. طيب عندنا دلوقتي حالتين اتنين. ايه الحالتين الاتنين دول؟ حاله الميوتشولي اكسكلوسيف. ايه الميوتشولي اكسكلوسيف؟ كلمه ميوتشولي اكسكلوسيف يعني، حتى انت بتسمع كلمه اكسكلوسيف ده يقول لك حصريا، حصري عندنا بس، يعني مش موجود عند حد تاني، مفيش انترسكشن. بص، كلمه اكسكلوسيف يعني حاجه عندنا احنا بس، نحن نختلف عن الاخرون، مش عند حد تاني، احنا بس اللي عندنا الكلام ده، يبقى معناها مفيش انترسكشن. الاي والبي ميوتشولي اكسكلوسيف، مالهمش علاقه ببعض. تقول لي فهمت. يبقى اول ما يقول لحضرتك ميوتشوال اكسكلوسيف، حضرتك تستنتج ان البروبابيليتي بتاعت الاي انترسكشن بي الكلام ده ايكوال زيرو، مفيش كده. او الاي انترسكشن بي من غير بروبابيليتي بقى تقول لي ايكوال كام؟ فاي. يبقى الاي انترسكشن بي من غير بروبابيليتي فاي، البروبابيليتي ده رقم، يبقى بكام؟ بزيرو، تمام كده. طيب ندي شويه قوانين. فاكر قانون اليونيون؟ احنا لسه قايلين ان البروبابيليتي اوف اي يونيون بي، مش المفروض الاي بلس البي ماينس الانترسكشن؟ مش المفروض كان القانون بيقول كده، probability of A plus probability of B minus the probability of A intersection B؟ هنا ما فيش intersection، يعني بزيرو. يبقى القانون عبارة عن إيه؟ probability of A plus the probability of B، تمام؟ سهلة دي. طب لو أنا قلت لحضرتك probability of A minus B، تقول لي مش دي كان معناها ال A minus the intersection، صح؟ ده القانون بتاع الديفرنس، ارجع للقانون كده. يبقى انا مش عايز ده خلاص. ليه؟ الانترسكشن بزيرو. او حتى انت بص على الرسم، الاي خبي منها البي، هيتبقى لي الاي، وانا خبيت حاجه، انا مالي ومالها. طب والعكس، البي ماينس الاي، probability of بي ماينس الاي، يتبقى لك الاي، البي، وانا خبيت حاجه، تمام. نيجي لحاجه كمان، ده كان الحاجات المهمه في حاله الميوتشوال اكسكلوسيف. تقول لي احنا عندنا حاله تاني. ساعات يجي يقول لك ان الاي سبست من البي. يعني ايه؟ يعني الاي جوه البي، شايف كده؟ ادي الاي وادي البي. اسال سؤال بقى، لو انا قلت لك probability of A intersection B، ايه الحاجه اللي موجوده في الاي والبي؟ موجود هنا وهنا. تقول لي الاي. طب probability بتاع الاي يونيون البي لو حطيتهم على بعض، الاي والبي على بعض، تقول لي طب ما هي البي كلها. فهمتك، فهمت كده اللعبه كلها. طب لو انا جيت قلت لحضرتك probability of A خبي منها البي، متخيل كده؟ ادي الاي، انا معايا الاي ماسك الدوريه الصغيره، سوري انا مسحت الدوريه الصغيره، انا قلت لك الدوريه الصغيره اهي، خبي الكبيره كلها، خبي كل حاجه. تقول لي ما هو مش هيبقى لي حاجه، زيرو. فهمت كده اللعبه كلها عباره عن ايه؟ نفتكر برضو قوانين دي مورجان من المره اللي فاتت، كان بيقول ان probability of A داش يونيون بي داش عبارة عن بقلب اللي ده كده لانترسكت، بس قول ايه؟ قول داش. والعكس، probability of A داش intersection B داش عبارة عن probability of A union B قول داش. ودي بالمناسبة لو عايز احسبها ازاي؟ 1 minus the probability بتاع ال A union B، 1 minus the union، مش اي حاجة داش، 1 minus الحاجة. يعني ده لو حبيت احسب، عشان لو قال لي احسب لي دي، تبقى فاهم ان دي هي دي، ودي هي دي. فهمت بقى اللعبه كلها، هي نفس القوانين، بس الفكره اني بطلع حاجات زي كده. قانون كمان برضو كان عندك، لو قلت لك probability of A داش يونيون البي، حد فاكر كده ده كان ايه من الدرس اللي فات؟ برضو كان من الحاجات اللي عندنا،
دي عبارة عن يا سيدي probability of A minus B whole dash، كانت برضو موجودة في الرولز اللي عند حضرتك في الكتاب اللي في الجزء الأول، فتبقى حضرتك عارفها وخلاص. طب دي لو عايز أحسبها أحسبها إزاي؟ تقول لي عادي هحسب ال 1 ماينس الحاجة اللي جوه probability of A difference B. آه فهمت كده، ماشي يا سيدي. أنا عارف معلش إن الكلام يبان رخم شوية، بس صدقني مع الحل هتلاقي الدنيا بقت بسيطة شوية. أنا هحاول أحل مثلا إيه، طبعا مش هقدر أحل كل الأسئلة، بس يعني ممكن ناخد لنا مثلا حاجة بتاع 50 سؤال كده. تعالى كده واحدة واحدة نبتدي نشوف المسائل بتتكلم على إيه. أول حاجة ال probability of a certain event 1، ال probability of the occurrence of an event A 3 over 5، إيه ال probability إنه ما يحصلش؟ non occurrence يعني الداش، إيه ال probability بقى بتاع الـ A داش؟ إن حاجة ما تحصلش، إن حاجة تحصل 3 over 5، يبقى إنها ما تحصلش 1 minus ال probability of A، يبقى 1 minus 3 over 5 اللي هي تطلع بكام؟ ب 2 over 5. فين 2 over 5 في الاختيارات؟ اللي هي 40%. تمام كده؟ نيجي اللي بعده، يبقى دايما ان حاجه ما تحصلش نون اوكيرنس يعني داش على طول. نيجي اللي بعده، انا هيكون سايب لحضرتك قوانين هنا اهي، سبتها لك القوانين هنا، يعني نفتكرها مع بعض. هنا مديك البروبابيليتي اوف A والبروبابيليتي اوف B ومديني الانترسكشن وطالب اليونيون. بجيب اليونيون ازاي؟ بص كده على اول قانون، ال A بلس ال B ماينس الانترسكشن، يبقى هعمل ده بلس ده ماينس الانترسكشن. تعالى كده نحسبهم مع بعض، نطلع كده الايه الكالكوليتور الجميلة بتاعتنا، نبتدي كده اهو. ادي يا سيدي الكالكوليتور، اقوم جاي عامل ايه 1 اوفر 4. ايه ما بتكتبش ليه؟ اوعي تكوني علقت، اوعي اوعي تعمليها معايا قدام الطلبة اهو. الحمد لله الحمد لله. طيب 1 اوفر 4 بلس 2 اوفر كام؟ 2 اوفر 3 ماينس كام يا مهندسين؟ ماينس 1 اوفر 3. يطلع الكلام ده بكام؟ لو حسبت ده كده الـ A union B 7 over 12، يبقى الإجابة هتكون رقم كام؟ رقم D. نيجي للسؤال اللي بعده، السؤال رقم 4 بيقول لي لو الـ intersection بـ phi الـ A داش بـ 0.7. دايماً 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 لما يديك الداش احسب الـ A، يبقى الـ probability of A عبارة عن إيه؟ 1 minus 0.7 صح؟ يبقى 0.3. طب الـ probability بتاع الـ B داش 1 minus، عشان أجيب الـ probability بتاعت الـ B 1 ماينس ده يبقى 0.6. انا كده عندي الاي والبي، هو عايز ايه؟ اليونيون. ايه قانون اليونيون؟ الاي بلس البي ماينس الانترسكشن. كده كده مفيش انترسكشن اهو، بص كده ده مش موجود، يبقى الاي بلس البي 0.3 بلس 0.6 تبقى 0.9. سهله. نيجي للمساله رقم 5، اف اي اند بي ار ميوتشال اكسكلوسيف. يعني ايه ميوتشال اكسكلوسيف؟ يعني الاي انترسكشن البي بزيرو، مفيش انترسكشن. تمام، الراجل ده مديني probability بتاع البي داش، اقول له لا لا رايح على جنب، يبقى probability البي بكام؟ 1 minus ده 1 minus 1 over 4 يطلع 3 over 4. طب مديني probability of A union B داش، اقول له لا لا رايح، probability of A union B equal كام؟ 1 minus ده 0.95. عندي الـ A union B وعندي probability بتاع البي، طالب الـ A، يقول لي طب ماشي هستخدم القانون ده، probability بتاع الـ A union B المفروض عبارة عن probability of A plus probability of B minus ال probability of A intersection B. كده كده مدام mutual exclusive ال intersection ب 0، ال A union B ب 0.95، ال probability of A دي اللي أنا عايز أجيبها، ال probability of B ب 3 over 4، هودي دي هناك بالماينس، يطلع الإجابة معايا بكام بقى؟ لو عملت ده ماينس ده أظن يطلع بكام؟ ب 0.2 تقريبا. ماشي يا شباب، دي كده كانت المسألة دي، أتمنى إنها إيه؟ إنها تكون واضحة. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي given that إن A و B are two events in a simple space، وبيقول لحضرتك إن الـ A subset من الـ B. بص كده دايماً نعمل كده، الـ A جوه الـ B، يبقى الـ union بتاعهم لو حطيتهم على بعض يديني الـ A، يديني الـ B كلها. صح ولا لأ؟ اللي بعده. اللي بعده بيقول لحضرتك إيه؟ بيقول لحضرتك لو A و B two events in a simple space، الـ A subset من الـ B، بص كده الـ A جوه الـ B أهو. الـ A هي اللي جوه، الـ intersection ده سؤال اللي هو الـ A. إيه الـ intersection اللي بينهم؟ ده الـ A. آه يعني بدل ما قال لي إن الـ intersection بـ 2 over 5، ده الـ A بـ 2 over 5. آه طب الـ union ده إيه الـ union بتاعهم؟ اللي هو الـ B بـ 4 over 5. طب هو طالب إيه؟ طالب الـ A، يبقى هو الـ 2 over 5. تقول لي أمال ليه لازمة الـ 4 over 5 دي؟ بلخبطك. اللي بعده،
افير داي ثرون تو كونسيكيوتيف تايمز. احنا قلنا لما الزهره تتحذف مرتين عندي كام اوبشن يطلعوا لي؟ مش اول واحده 6 وتاني واحده 6 صح؟ 6 تايم 6 يعني عندي 36 اختيار يطلعوا لي، او 6 باور 2 لو انت فاكر كده صح؟ 6 باور عدد الحذفات لانهم 6 مرات. بيقول لي the probability of getting the number 5 in any throw and the number 6 in any throw. خلي بالك وانا بحذف الزهره مش انا عندي حاجات هتطلع لي زي كده؟ عشان يطلع لي الرقم 5 and 6 يعني 5 و6 هتيجي من امتى؟ لما اجي في الحذفه الاولى اول حاجه تطلع لي 5 وتاني حذفه ليها 6 اختيارات، تاني واحده منهم تطلع لي كام؟ 6. يبقى الخمسه والسته ده احتمال. تاني احتمال لما اكون احذف اول حذفه 6 وتاني حذفه تطلع لي كام؟ 5. يبقوا هم احتمالين من كام احتمال؟ كلهم مش كلهم 36 احتمال؟ يبقى 2 over 36 اللي هي 1 over 18. اتمنى ان دي تكون واضحه. نيجي للسؤال اللي بعده. اللي بعده بيقول لي if a letter is chosen randomly from the set of letters اللي قدام حضرتك then the probability that the chosen letter is one of the letters of the word think. طيب ايه الاحتمال لما اجي اختار واحد من دول ان يطلع لي واحد من الكلام ده؟ تقول لي ماشي تعال نشوف اولا دول كام حرف كلهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام، يبقوا دول كلهم 10. كلمة think دي ايه الاحتمال ان يطلع لي تي؟ التي موجود هنا، ادي 1 2 3 4 5 يعني دول خمس حروف من الكام واحد؟ من العشرة. يعني probability ان نص الاحتمالات 5 over 10 ليه half، يعني انا عندي نص الاحتمالات ان لما اجي اسحب حرف من دول يطلع لي واحد من حروف كلمة think صح؟ لان هما النص كله تمام. ده كده كان السؤال ده. نيجي للي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ السؤال اللي بعده بيقول لي a class of 42 students 35 of them succeeded at the end of the year. يبقى كم واحد سقط؟ تقول لي اللي متبقي هم 42 كلهم، كم واحد 35 منهم نجحوا يبقى كم واحد سقط؟ عندي 7 failed. طب هو طالب ايه؟ the probability of this failed student كم واحد سقط؟ 7 من كم بقى كلهم؟ من 42. 7 over 42 اللي هي 1 over 6. اللي بعده بيقول لي a coin is tossed once then the probability of the appearance of heads or tails يا heads يا tails. طب ما اكيد هيطلع لي heads يا tails، دي 1 لان دي half ودي half صح ولا لا؟ تمام. اللي بعده a coin is tossed twice. قلنا لما بنحذف coin twice ممكن يطلع لي ايه؟ تقول لي بيطلع اربع حاجات اهو، يا heads يا tails ده في اول حذفه، تاني حذفه يا heads يا tails، او دي يا heads يا tails تفهم؟ يبقى هيد 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 تيل تيل هيد تيل تيل تمام كده. دول الاربع حاجات اللي عندي. بيقول لي then the probability of the appearance of one head at most على الاكتر يطلع لي هيد واحده. هو امتى يطلع لي هيد واحده؟ بص كده هيطلع لي هيد واحده من الهيد والتيل اللي هي دي، او من التيل والهيد اللي هي دي، او من التيل والتيل كده ما طلعليش ولا هيد. يبقى هو كده بيقول لي ايه؟ سوري، اخر واحده من التيل والتيل تمام كده. يبقى بيقول لي انا عايز ات موست يطلع لي هيد واحده تيل وتيل، ات موست يطلع لي تيل واحده سوري هيد واحده. يبقى يا اما يطلع لي تيل واحده يا اما ما... يا اما سوري يا اما يطلع لي هيد واحده يا اما ما يطلعليش هيد خالص. فدول كام واحده اللي ما طلعليش هيد خالص؟ هم 3. 3 من كام بقى؟ من 4 اللي هي الاوبشن اللي هو رقم ايه. تمام يا شباب. نيجي اللي بعده. بيقول لي ا بوكس كونتينز 30 identical cards مترقمين من 1 ل 30 then a card is drawn from the box the probability that the card has an odd number which is a perfect cube. هي ايه الاود نمبرز اللي perfect cube؟ ال1 يعني ايه perfect cube اصلا؟ يعني ينفع يتعمل له كيوب روت؟ ال1 ليه كيوب روت، ليه كيوب روت ال1 بكام؟ 1. ال8 ليها كيوب روت، كيوب روت ال8 بكام؟ ب2. بس ال8 دي مش اود نمبر. طب ايه تاني ينفع يتعمل له كيوب روت؟ ال 27 ينفع يتعمل لها كيوب روت. طب ايه تاني؟ ايه اللي بعد ال 27؟ ال 64. لو انت متلخبط تعمل باور 3، 1 باور 3، 2 باور 3، 3 باور 3، انت فاهم كده؟ بس 64 دي هو الارقام عندي من 1 ل 30، يبقى كام رقم عندي بقى؟ رقمين، رقمين من كام كلهم؟ من 30.
يعني الإجابة كام من كام؟ 1 over 15 اللي هي الإجابة رقم دي. دي كانت المسألة رقم 13. نيجي للسؤال اللي بعده. اللي بعده بيقول لي إيه؟ بيقول لي الـ probability of A قدام حضرتك والـ B قدام حضرتك والـ intersection أهو. طالب ده إيه ده؟ إيه المنظر ده؟ بص بص كده، شايف المنظر ده؟ هو هو ده. أه تقول لي طب ما ده معناه probability of A union B قول داش، هو عايز ده. تقول لي طيب أنا عندي الـ A وعندي الـ B وعندي الـ intersection، بص بص عندي ده وده وده أهو، الـ A والـ B ما أنا أقدر أجيب اليونيون. أه تقول لي طب وإزاي أجيب الـ probability of A union B؟ مش هو ده اللي انا طالبه، بس انا اقدر احسبه. هعمل ده بلس ده ماينس ده، ال A بلس ال B ماينس ال intersection 0.3 بلس 0.5 ماينس 0.1، يطلع الاجابه معايا ب 0.7. هل هو طالب ال A union B؟ لا، ده طالب ال A union B داش، يبقى هعمل 1 ماينس ال probability of A union B. تقول لي اه فهمت كده، 1 ماينس 0.7 يبقى 0.3. تمام، نيجي اللي بعده. فهمت بقى احنا بنعمل ايه؟ ايه المنظر ده؟ تقول لي ده معناه A intersection B all dash، ده اللي هو عايزه. تقول لي تمام هو طالب ده. طب هو بيقول لي ان ال A وال B mutually exclusive، طب هو ده كأنه ايه؟ مش ده كأنه 1 minus ال probability of A intersection B، اي حاجة داش 1 minus الحاجة ال intersection بكام لو هما mutually exclusive؟ بزيرو، يبقى 1 minus 0 يبقى بكام؟ ب 1. ماشي يا دكاترة، نيجي اللي بعده. اللي بعده بيقول لي if A and B are two events in the simple space، ومديني ال probability of A ومديني ال intersection، وطالب ده ايه ده؟ بص 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 ده ايه؟ ده ال A minus B داش. ولو انت مش عارف ارسمها، فرضا انا واحد مش عارف ايه اللي هو طالبه ده، ارسم ادي ال A وادي ال B. طالب بص طالب ايه؟ ال B كلها، دي ال B مثلا، طالب ال B كلها، ادي ال B كلها، كل 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 خدت ال B كلها، يونيون الـ A داش كل حاجة بره الـ A، بص 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 خدت كل حاجة بره الـ A. تقول لي طب ما دي كأنها إن أنا أخدت يا مستر كل حاجة ما عدا الحتة دي اللي هو الـ A ماينس B قول داش. تقول لي فهمت، يعني الراجل ده من الآخر طالب إيه يا أولاد؟ طالب الـ probability of A ماينس B قول داش. طب هل أنا أقدر أحسب اللي هي على فكرة 1 ماينس الـ probability of A ماينس B؟ هل انا اقدر احسب بقى الاي ماينس البي؟ هو ايه قانون الاي ماينس بي؟ بص بص كده على القانون ده، البروبابيليتي بتاع الاي ماينس بي عباره عن ايه؟ عباره عن الاي ماينس الانترسكشن. تقول لي تمام الاي بكام يا مستر؟ ب 1 اوفر 4 ماينس الانترسكشن بكام؟ ب 1 اوفر 5. اقوم جايب الكالكوليتور الجميله كده واعمل 1 اوفر 4 ماينس 1 اوفر 5 يطلع بكام يا مستر؟ على كده اما نطلع يا سيدي ونشوف الكلام ده، 1 اوفر 4 يعني كده 1 over 4 minus 1 over 5 1 over 5. بس خلي بالك اللي انا بجيبه ده ايه؟ ده a minus b. هل انا عايز ال a minus b؟ لا، انا عايز 1 minus ال a minus b، يعني عايز 1 minus الكلام ده، 1 minus الانسر، يطلع 19 over كام؟ over 20، اللي هي الاجابه رقم كام؟ اللي هي الاجابه رقم، اتمنى ان دي تكون ايه؟ ان دي تكون واضحة لحضرتك. نيجي للسؤال اللي بعده، نمسح كده بقى ونخش يا مهندس على اللي بعده. اللي بعده بيقول لي ايه؟ مديني الـ probability of A والـ B والـ intersection. اوتوماتيك بص كده عايزك تشغل مخك، اول ما تلاقي عندك A و B و union تقدر تجيب الـ intersection، والعكس لو عندك A و B و intersection تقدر تجيب الـ union. تقول لي طب هو طالب الـ intersection، يا عم هجيبه خلاص، يا عم انا حر هجيبه خلاص. ايه الـ probability بتاع الـ A intersection B؟ ايه البروبابيليتي بتاعته؟ تقول لي بص فاكر كده، ما هو اليونيون هو هو الانترسكشن، ال A بلس ال B ماينس الانترسكشن. طب لو انا اللي عندي عايز اجيب الانترسكشن، هودي ده هناك وهدي ده هنا، بتعمل ال A بلس ال B ماينس اليونيون. اه يعني هعمل ده بلس ده ماينس ده. يلا تعالى بقى نعملهم كده، هنقوم عاملين ايه؟ هعمل ال A بلس ال B ماينس ال A يا باشا ماينس اليونيون. يلا نطلع كده الآلة الحاسبة، يعني نعمل الهاف plus ال 2 over 5 minus ال ايه بقى؟ minus ال 4 over 5. خلي بالك ايه اللي انا بجيبه ده؟ انا بجيب الانترسكشن. تقول لي هو طالب الانترسكشن، انا شعرف انا شعرفني هو طالب ايه؟ لسه ما اعرفش، هبتدي اشوف. يبقى الانترسكشن طلع لي بكام؟ ب 1 over 10. مش دي كانت 1 over 10 ولا انا شفت غلط ولا ايه؟
1 اوفر 10، يبقى انا طلعت دي ب 1 اوفر 10. ماشي يا مستر، طلعنا دي اهي ب 1 اوفر 10. تعالى بقى نبتدي نشوفه عايز ايه. ايه المنظر ده؟ المنظر ده يا مستر انت مش حاططه لي هنا، انت حاطط لي ايه داش الانترسكشن البي. تقول لي طب ده اعمل فيه ايه؟ ارسمه يا اخوي. ارسمه يعني ايه يعني؟ اشوفه عايز يتنيل وعايز ايه. بص هو عايز ايه يا عم؟ ادي الاي والبي اهم بيقطعوا بعض. الراجل ده عايز ايه داش انترسكشن البي كلها. طب ادي البي كلها، شايف كده؟ دي البي كلها. خلي بالك هو عايز انترسكشن مش يونيون. يعني ايه انترسكشن؟ يعني ايه اللي موجود هنا وايه اللي موجود هنا، يعني ايه اللي هلونه مرتين. من الاخر هو ده معناه. طب ادي البي والاي داش، يعني ايه ايه داش؟ كل حاجه بره الاي. بص تعالى ناخد لون فاقع بقى كده يبين حاجة. كل حاجه بره الاي، شايف كده؟ عايز كل حاجه بره الاي. فين بقى اللي هلونه مرتين؟ بص 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 بص، هبتدي الون مرتين اهو. ده الاي داش. بص كل حاجه بره الاي اهو. فين بقى اللي هلونه مرتين؟ انت بذمتك شايف انهي جزء كده، انهي جزء اللي تلون مرتين؟ تقول لي ده البي ماينس الاي. تقول لي فهمت فهمت، ده الراجل ده انا مستر لما جيت شفت الاي داش كل حاجه بره الاي والبي كلها، طلع لي ان ده هو البروبابيليتي بتاع البي ماينس الاي. تقول لي طب هي ايه البروبابيليتي بتاع البي ماينس الاي؟ القانون بتاعها ايه؟ القانون بتاع البروبابيليتي اوف بي ماينس الانترسكشن. تقول لي والبي بكام؟ ب 2 اوفر 5 ماينس الانترسكشن انا لسه جايبه بكام؟ ب 1 اوفر 10. يبقى 2 اوفر 5 ماينس 1 اوفر 10 يطلع بكام؟ تعالى بقى اما نحسب كده هيطلع ب 3 اوفر 10 اظن. يبقى 2 اوفر 5 ماينس الكام يا مهندس؟ ال 1 اوفر 10 اهو. يطلع بكام الكلام العظيم ده؟ ب 3 اوفر 10. يبقى الاجابه بتاعتي هتكون رقم بي. فهمنا يا دكاتره؟ يبقى حتى لو انت القانون انت مش عارف ايه ده، انت تقدر ايه تتصرف وتشوف هتعمل ايه. ماشي، انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا هرش ناموس بقى عشان ناموس بياكلني دلوقتي. فماشي، يموتوا بقى الاوغاد دول، الاوغاد لازم يموتوا. ماشي، لو في بقى ناس من بتوع حقوق الحيوان فليذهبوا الى الجحيم مع الناموس اللي هيتساقط جنبي ده. طيب نيجي للي بعده. بص يا سيدي، المسألة رقم كام؟ المسألة رقم 18. المسألة رقم 18 بتقول إيه؟ بتقول A and B are two events in a sample space. الـ probability of A بهاف، والـ A union B all dash بـ 1 over 3. أنا قلت لما يبقى عندي حاجة all dash بعمل إيه يا مستر؟ بقول إن حاجة all dash 1 minus الـ probability of A. صح؟ of A union B يعني، صح؟ يعني أقدر أجيب الـ A union B من غير أي حاجة؟ اقدر اجيب الـ A union B. هعمل 1 minus ده. 1 minus 1 over 3 يطلع 2 over 3. ده كده الـ A union. انت معايا كده؟ يبقى انا كده جبت الـ A، جبت الـ union. حلو. وبيقول لي ان الـ A subset من الـ B. يعني ايه الـ A subset من الـ B؟ يعني الـ A جوه الـ B. طب ما هو الـ union ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الـ B. الـ union عبارة عن ايه؟ عبارة عن الـ B. هو طالب الـ B. ما هو الـ B هو الـ union اللي هو 2 over 3. يبقى الإجابة هتكون رقم كام؟ هتكون رقم بي. اللي بعده، اللي بعده بيقول لي عندي 2 ايفنتس في السامبل سبيس، مديني اليونيون ومديني الاي ومديني الداش. لا استنى، خد الداش دي يا اخويا، انا بشتغل بالاي. يبقى البروبابيلتي بتاع البي من غير داش 1 ماينس 0.6 يطلع ب 0.4. ادي البروبابيلتي بتاع البي. ماشي، يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي اليونيون وعندي الاي وعندي البي، اقدر اجيب الانترسكت. تقول لي طب هو طالب الانترسكت؟ اقول لك معرفش، تعالى نشوف كده. هو مديني A داش يونيون B داش. ده دي مورجان. طب ما ده كأنه A intersection B all داش. تقول لي طب ما تجيب الانترسكشن. ازاي اجيب الانترسكشن؟ هعمل هعمل ايه بقى؟ ال A بلس ال B ماينس اليونيون، صح كده؟ يبقى هعمل 0.75. انت فاهم بقى احنا بنعمل ايه؟ خلاص بقى انت فهمت اللعبه دلوقتي. يبقى هعمل 0.75 بلس ال 0.4، سوري ال 0.4. هو بقى حد يقول لي ال 0.6؟ لا يا حبيبي، البي بقى ال A بلس البي ماينس اليونيون ماينس ال 0.85. ده ايه ده بقى يا باشا؟ ده الانترسكشن. طب هل هو طالب الانترسكشن؟ لا، ده طالب الانترسكشن داش. يبقى 1 ماينس الهبل ده 1 ماينس 3 اوفر 10 تطلع بكام؟ ب 7 اوفر 10 اللي هي كام؟ 0.7. يبقى الاجابه هتكون رقم كام يا دكاتره؟ هتكون رقم دي. يبقى دي الإجابة بتاعتي. أظن الموضوع سهل وما فيهوش حاجة.
نيجي المسألة اللي بعدها. مسألة رقم كام دي بقى؟ نمسح ده بس الأول. مسألة رقم 21. مسألة رقم 21 بتقول إيه يا مهندس؟ نرجع بس ثواني كده. احنا كنا المفروض المسألة دلوقتي دي صح؟ ماشي. احنا حلينا رقم 20. لا انا ما حلتش، انا ليه دخلت على اللي بعدها على طول؟ ماشي ماشي، نحل رقم 20. مش عارف انا ايه اللي خلاني اخش احل اللي بعدها على طول. طيب تعالى يلا يا باشا نحل رقم 20، معلش الصيام بقى. بص يا باشا، المسألة رقم 20 بيقول لي A and B are 2A. الكلمة دي mutually exclusive، يعني الانترسكشن بزيرو، مفيش انترسكشن. الكلمة دي مش أي كلمة وخلاص، ما تعديش عليا كده. دي معناها إن ال probability of A intersection B equal zero. ماشي. بعدين بيقول لي ال probability of A أهي، طالب ال A minus B. طب ما هو إيه قانون ال A minus B؟ بص كده على القانون، عبارة عن ال probability of A minus ال probability of A intersection B، ده بزيرو. يبقى ال A minus B هو هو ال A اللي هو بكام؟ ب 2 over 3. ماشي يا باشا، يلا تعالى بقى معايا كده نخش على إيه؟ على اللي بعده. اللي بعده بيقول لي ايه؟ رقم 21 بيقول لي ادي البروبابيليتي اوف ايه وادي الاي ماينس البي. تمام، خلي بالك لما يديك دول برضه تلقط حاجه. بص كده على قانون الديفرنس، دايما لما تلاقي عندك ديفرنس بص على قانون الديفرنس، لما تلاقي عندك داش بص على قانون الداش، لما تلاقي عندك يونيون بص على قانون اليونيون، ممكن تكون هتطلع حاجه منهم. لو حضرتك بصيت على ده، مش البروبابيليتي اوف ايه ماينس بي عباره عن الاي ماينس الانترسكشن؟ تقول لي مظبوط. انا عندي الاي بكام؟ ب 0.3، وعندي الديفرنس ب 0.16. طب ما نقدر من هنا اجيب البروبابيليتي اوف اي انترسكشن. تقول لي بص هوديها، اودي دي هناك واجيب دي هنا، يعني اعملهم ماينس. تقول لي فهم. طب هو طالب الانترسكشن، انا ايش عرفني؟ ما اعرفش، انا لسه اساسا ما قريتش السؤال، انا هطلعه كده وخلاص. تقول لي ماشي، يبقى 0.3 ماينس 0.16 اهو، يطلع بكام يا باشا؟ الانترسكشن ب 0.14. تعال بقى نتنيل نشوفه عايز ايه. يبقى الانترسكشن البروبابيليتي بتاع الانترسكشن، بروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن بي، قلنا طلع بكام؟ ب 0.14. كلام محترم. تعال بقى نبتدي نشوفه عايز ايه. الراجل ده عايز الاي داش انترسكشن الاي البي. لو انت فاكر احنا كنا قلناها المره اللي فاتت دي، بس يلا تعالى نعملها تاني. كنا لسه قايلينها احنا من ضمن القوانين، عايزك تحفظها بقى وخلاص، بس تعالى يلا اعملها لك تاني. ادي الاي وادي البي اهو. بيقول لحضرتك البي كلها اهو، تاني البي كلها، شايف 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 كل البي اهي، بتتقاطع مع الكومبلمنت بتاع اول واحد. يعني ايه الكومبلمنت؟ يعني كل حاجه بره ده. بص كل حاجه بره ده ايه ده؟ طب ما هو اللي هي الحته دي. يعني انت قصدك وعايز دي. بص بقى، وعايز الحته دي. ودي عباره عن ايه؟ دي عباره عن بي ماينس اي. يعني الراجل عايز البروبابيليتي اوف البي ماينس الاي. طب دي عباره عن ايه القانون ده؟ عباره عن probability اوف بي ماينس البروبابيليتي اوف اي انترسكشن بي، البي ماينس الانترسكشن. طب هي البي بكام؟ ثواني، احنا فين اصلا؟ النيله السود. انا بصيت على هنا، وانا ينفع ابص هنا وهو طالب هنا؟ معلش يا ابني، معلش يا ابني، انا غلطان يا ابني، انا غلطان. انا بصيت يا ابني على رقم 22، هو عايز ايه في نيلته السودا دي؟ عايز الاي ماينس البي داش. معلش هو مش عايز دي. انا ايه اللي مخليني عمال سارح كده؟ وانت طبعا ايه، ولا انت شايفنا اصلا، عادي ولا كان حصل حاجه. معلش معلش الصيام والله. بس يلا، البروبابيليتي اوف اي ماينس البي داش يعني ايه بقى؟ الاي ماينس البي داش، انا عايز الاي كلها. بص بقى تعالى نرسمها كده اهو، الاي اشيل منها البي داش، ادي الاي كلها، شايف انا معايا الاي، شيل منها كل حاجه بره البي. يعني شايف؟ يعني كاني مثلا بقول لك ايه، الاي كلها معايا، شايف دي كلها معايا، تعالى نمسح دي بقى على طول، شيل منها كل حاجه بره البي. يعني انت فاهم؟ كل حاجه بره البي انا مش عايزها، شيل منها الكلام ده. شايف الحاجات اللي بره البي دي؟ انا مش عايز ده، انا مش عايز ده، انا مش عايز ده، شيل منها الحاجات اللي بره البي. الاي شايف ده، يبقى لي الاي، يبقى لي الانترسكشن. يبقى هو عايز الانترسكشن اللي هو كان بكام بقى؟ ب 0.40. طلع راجل محترم. فهمنا يا شباب كده الموضوع عباره عن ايه؟ نيجي للمساله رقم 22، بيقول لي ليت اي وبي تو ايفنتس ان ذا سامبل سبيس ساتش ذات ان الاي والبي قد بعض، وبيقول لي ان الانترسكشن ب 0.2
واليونيون بكذا. تقول لي طب استنى، اليونيون والانترسكت عندي والاي والبي زي بعض، طب ما انا اقدر اجيبهم كلهم. تقول لي ازاي؟ اهو البروبابيليتي اوف اي يونيون بي عباره عن البروبابيليتي اوف اي بلس البروبابيليتي اوف بي ماينس البروبابيليتي اوف اي انترسكشن بي. تمام كده؟ حلو قوي. اليونيون بكام؟ ب 0.8. الانترسكشن بكام؟ ب 0.2. تقول لي طب والاي والبي الاثنين زي بعض، يعني 2 من البروبابيليتي اوف اي، ما هي الاي والبي هي هي. تقول لي خلاص هودي دي هناك واعمل ديفايد، يطلع البروبابيليتي اوف اي هي هي قد البروبابيليتي اوف بي، ويطلع كل واحده بهاف. تمام كده؟ الناس الهبي ده بقى يقول لي ايه ده يعني على طول؟ طب ما على طول لو الاي قد البي اقول دي هاف ودي هاف. اقول له مش هرد عليك، انا مش هرد عليك. ماشي، بص معايا بقى، هو طالب ايه بقى؟ طالب بقى اللي احنا كنا لسه بنقوله ده، احنا كنا عملناها والله بالصدفه كده. دي عباره عن ايه؟ زي ما قلنا، قلنا دي البروبابيليتي كانت بتاعت ايه؟ عباره عن البي ماينس الاي، لو انتوا فاكرين كده صح كده. يبقى دي البي ماينس الاي، وعايز البي ماينس الاي اللي هي البروبابيليتي بتاع البي ماينس البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن بي. يعني هو عايز البي ماينس الانترسكشن، يعني 0.5 ماينس الانترسكشن اللي هو بكام؟ ب 0.2. تطلع الاجابه ب 0. كام؟ 0.3، اللي هي الإجابة رقم بي. تمام يا دكاترة، أتمنى أن دي تكون واضحة. مسألة رقم 23، A و B two events في السامبل سبيس، بيقول لي إن الـ A over الـ B بـ 2 over 3. تعالى بقى نكتب الكلام ده، probability of A over الـ probability of B equal 2 over 3. آدي الـ probability over الـ probability، ومديني يا ولاد اليونيون ومديني الـ intersect. تقول لي طب استنى، ما نقدر بنفس الطريقة استخدم القانون ده؟ القانون ده بقى بيقول لي ايه؟ بص بقى معايا كده، نعملها مساله ريتشو هبله كده. مش انا عارف ان اليونيون البروبابيليتي اوف اي يونيون بي عباره عن البروبابيليتي بتاع الاي بلس البروبابيليتي بتاع البي ماينس البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن البي. ده بكام ده؟ الانترسكشن هو الدهوني ب 0.1، وادي البروبابيليتي بتاع الاي وادي البروبابيليتي بتاع البي، صح؟ واليونيون بكام؟ ب 0.7. يجي واحد يقول لي طب ما انا هودي ده هناك، يبقى البروبابيليتي بتاع الاي بلس البروبابيليتي بتاع البي بلس بعض بكام؟ ب 0.8، صح؟ 0.7 بلس 0.1. دول بقى هل متقسمين نص ونص؟ يعني 0.4 و 0.4؟ لا، امال متقسمين ازاي؟ باي ذا ريشيو 2 تو 3. قدامك كذا حل. يجي واحد الحل العيال الصغيره الهبله كده اللي هم بتوع سنه سته، يقوم قايل لي ايه؟ قايل لي ادي البروبابيليتي بتاع الاي وادي البروبابيليتي بتاع البي 2 تو 3، واحط هنا كلمه ايه؟ سم. السم بتاعهم ب 5، وتحت دي اقوم حاطط هنا 0.8. مش السم بتاعهم ب 0.8، اعمل ده تايمز ده اوفر ده وده تايمز ده اوفر ده، اطلع الاي والبي. ده حل، وحل محترم. تمام كده؟ اظن هتطلع معاك بكام لو حسبنا الكلام ده؟ على ما اظن هتطلع بكام؟ ممكن اظن تطلع بكام؟ هتطلع مع حضرتك ب 0.32. تمام كده؟ يعني تعالى نتاكد برضو، تعالى نتاكد ونحسب، نحسب كده البروبابيليتي بتاعه الرقم ده. هنقوم عاملين ايه؟ 2 تايمز 0.8 بعدين ديفايدد كام؟ 5. يطلع بكام يا باشا؟ ب 0.32. ده حل. الحل التاني ان واحد يعمل ايه؟ ان واحد يسمي دي 2x و3x، يعني بدل probability of a دي تيجي نكتب مكانها 2x و3x. فاهم كده؟ يعني اللي هي ايه؟ اللي هي الحل بتاع الاكسات، يعني بدل probability of a اكتب 2x plus 3x اللي هي 5x. يعني الاكس ونحسب ايه؟ 0.8 divided 5، نحسب الاكس. بعد كده عشان احسب الاي 2x، عشان احسب البي 3 times x. ايا كان الحل من الحلول اللي ايه؟ اللي رايح حضرتك. تمام؟ في كلا الحالات هيطلع لك الإجابة اللي عندك. اللي بعده بيقول لي A box contains 9 identical cards numbered from 1 to 9. One card is chosen randomly. إيه probability إنه ده الكارد carries an odd number؟ خلي بالك or يعني إيه؟ يا ده. Or a number divisible by 9. طب سؤال، هي إيه الأرقام الأود؟ 1 و 3 و 5 و 7 و 9. بيقول لي or number divisible by 9. ايه الارقام اللي divisible by 9؟ ال 9. تمام؟ اكتب ال 9 تاني؟ لا خلاص، يبقى انا عندي كام اوبشن؟ عندي كام رقم، كام اختيار؟ 1 2 3 4 5 من كام اختيار؟ من 9. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم دي.
تمام كده. دي كانت المسألة رقم 24. نيجي اللي بعده، مسألة رقم 25، بيقول لي a card is drawn randomly from 50 identical cards numbered from 1 to 50. Then the probability that the number is a perfect square. ايه ارقام البيرفكت سكوير اللي هي اللي ليها روت يا اولاد؟ زي ال1، روت ال4 بكام؟ ب2 وال4 صح؟ وال9 وايه تاني؟ وال16 وال25 وال36 وال49. دي كل الارقام بتاعتي. تمام؟ يبقى ادي رقم، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7. يبقى 7 من كام يا دكاتره؟ الارقام عندنا 7 من كلهم 50 identical cards، يبقى 7 من 50. طب ما تيجي نشوف كده 7 من 50 ده يعني كام. نطلع كده برضو الاله الحاسبه الجميله بتاعتنا ونبتدي كده نشوف دول يعني كام رقم. فين الاله الحاسبه؟ 7 من 50، 7 over 50، 7 من 50. وطبعا لو عايزين نحولها بيرسنت نعملها تايمز 100، تمام كده يطلع 14% اللي هي انهي واحده؟ اللي هي رقم بي. تمام يا دكاتره، نيجي للسؤال اللي بعده، نمسح ده كده ونشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك a set of ايه بقى؟ بيقول لحضرتك a set of 50 identical cards numbered from 1 to 50، برضه نفس الحاجه. then the probability that the card of the drawn cards is not a perfect square and not a multiple of 7. يعني خلي بال حضرتك دلوقتي بقى ده ابتدى يلعب بقى شويه كده. يعني احنا كنا في اللي قبلها كانت سهله وبسيطه، انما دلوقتي بيقول لي انا عايز اعرف ايه البروبابيليتي ان هو مش بيرفكت سكوير. تعالى مثلا نسمي اسهل حاجه نشتغلها بالايفنتات، تعالى نسمي ايفنت ايه ده انه بيرفكت سكوير، يبقى الاي داش انه مش بيرفكت سكوير. تمام، انا عايز اعرف الاي، انا مش هكتب الاي داش لان صعب قوي اقعد اكتب كل الارقام اللي هي الايه، كل الارقام اللي مش بيرفكت سكوير. انا هكتب الايفنت ايه الاول؟ ايه الارقام اللي بيرفكت سكوير؟ تقول لي والله بص في ال1 ده بيرفكت سكوير، في ايه تاني احنا لسه قايلين ال4، في ال9، في ايه تاني يا دكاتره؟ في ال16، في ايه تاني؟ في ال25، وفي الايه ال36، وفي ال49. دي كل الارقام اللي عندي، دي الارقام اللي ايه اللي بيرفكت سكوير. تمام، طب اي حاجه داش تبقى نوت بيرفكت سكوير. ماشي، ثواني كده ايه، ندي رشه للناموس عشان الاوغاد دول يموتوا، موتوا موت يا وغد. بس حلو كده، طيب نكمل. يبقى قلنا الايفنت ايه يا اولاد؟ ان هم مالهم بقى احساس جميل كده وانت شايف الكائن المتخلف ده بيموت كده قدام. طيب بص بقى معايا كده، استغفر الله العظيم، طبعا انا ما اقصدش يعني، انا اقصد يعني انا بكرهه، يعني بكره الكائن ده. بص معايا بقى، ال ايه، انا ما عايز اعمل تايتل الفيديو ده ان هو ايه، بدل عنوان الدرس والكلام الفاضي ده، الحرب مع الناموس. تمام كده، اظن ده يبقى عنوان محترم. طيب ممكن نالف مساله على قتل الناموس، البروبابيليتي ان الناموس دوت اموت كام ناموسة والكلام ده، يعني ابقى افكر لها في حاجه دي. بص يا سيدي، a set of 50 identical cards numbered من 1 ل 50، انا نسيت كل حاجه والله. بيقول لي ان الدرون كارد از نوت ا بيرفكت سكوير، مش بيرفكت سكوير، حطيت ست جواها البيرفكت سكوير. تمام، اند نوت ا مالتيبل اوف 7. طب هي ايه الارقام المالتيبل اوف 7؟ تيجي نكتب الارقام المالتيبل اوف 7، ايه الحاجات اللي مالتيبل اوف 7 او 7، وايه تاني؟ وال14 وال21 وايه تاني لو قعدنا نكتب كده، وال28 وايه تاني؟ وال35 وايه تاني مالتيبل اوف 7؟ ال42 صح؟ مش احنا كل ده مالتيبل اوف 7، بعدين ايه تاني؟ ال49، بعدين ايه تاني؟ مفيش حاجه تاني، دي المالتيبل اوف 7. انا عايز ايه بقى؟ بص بص بص، انا عايز ايه؟ انا عايز البروبابيلتي، البروبابيلتي انه مش ده يعني ايه داش، اند قلنا اند يعني ايه؟ يعني انترسكشن، انه مش ده برضو البي داش. يعني انا عايز البروبابيليتي انه مش ده ولا ده، هو ده من الاخر اللي انا عايزه. يعني دي الطريقه بقى الايه اللي بالستبس بقى اللي احنا نحل بيها الكلام ده. تمام، طب هي ايه البروبابيليتي اوف ايه؟ في كام حاجه في الايه؟ تقول له والله بص في كام حاجه في الايه، 1 2 3 4 5 6 7، دول 7 يعني 7 من 50. طب ايه البروبابيليتي بتاع البي؟ تعالى كده نحسبها،
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، برضو سبعة من 50. طب سؤال، ايه البروبابيليتي بتاع الـ A intersection الـ B؟ تقول لي ايه ده، هو انا اقدر احسب الـ A intersection الـ B؟ اه صح. او ممكن على فكرة نحسب الـ A، ممكن اساسا هو معنى اساسا ايه يعني، ده لو انا عايز احسبهم انا ممكن احسب اليونيون على طول، مش هو اساسا اللي هو طالبه ده. اللي هو طالبه ده معناه ايه؟ معناه البروبابيليتي بتاع الـ A يونيون الـ B قول داش. تقول لي طب ما تيجي نحسب الـ A يونيون B. خلي بالك وانا بحسب الـ A يونيون B ما باخدش المتكرر، يعني ما باخدش، يعني بص هاخد الـ 1 ادي 1 2 3 4 5 6 7، خدت 7 ارقام. تقول لي استنى في هنا ايه؟ السبعة دي كنت واخدها قبل كده؟ لا خلاص 8 خدتها معايا، 9 تمام كده، بعد كده 10 اخد ده معايا، دي كنت واخدها قبل كده؟ لا 11، دي كنت واخدها قبل كده؟ لا 12، بعد كده اخد ال 42 اه 13، بعد كده اخد دي معايا؟ لا يبقى دي مش هاخدها تاني. يبقوا كام رقم كلهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ده اليونيون، البروبابيليتي بتاع الاي يونيون البي 13 من كام؟ من 50. انا بقى عايز ده، لا انا عايز 1 ماينس ده، 1 ماينس ال 13 من 50. اه تقول لي يعني انت عايز 1 ماينس ده يطلع بكام بقى؟ ب 37 اوفر 50، اللي هو الاختيار رقم سي. معلش طولنا شويه في السؤال ده، بس اتمنى يعني انها تكون واضحه على كده. واحد يقول لي انا ما عملتش كده، انا عملتها بطريقه تاني، وماله، في مليون الطرق يعني. ممكن واحد يقعد يعدهم يقول لي انا عديت ده وعديت ده وابتديت اشوف الارقام التانيه، انت حر. بس يعني دي هتفتح لك افكار لحاجات تانيه بعد كده. تمام يا باشا، دي كده كانت المساله دي. نفتح معانا مساله، السؤال اللي بعده بيقول لي ايه بقى؟ المساله رقم 27 بيقول لي اباج contains 25 balls، أربعة منهم يلو، سبعة منهم ريد، والريميندر إز بلاك. يعني كم واحدة بلاك؟ تعال نحسبهم كده، أربعة وسبعة يبقوا 11، وهم كلهم 25، يبقى أنا عندي 14 كورة بلاك. تمام كده؟ ماشي، أه نتأكد كده 11، أه متبقى 14، تمام. بيقول لحضرتك then the probability that the drawn ball is yellow or black. طب هو في كم واحدة يلو؟ أربعة. وفي كم واحدة بلاك؟ 14، يبقى 18 من 25. هو ده الموضوع كله، 18 من إيه؟ من 25. فين 18 من 25؟ اللي هي رقم سي. تمام يا دكاترة، دي كانت المسألة رقم كام؟ رقم 27. مسألة رقم 28 بيقول لحضرتك A box contains 20 identical cards numbered من 1 ل 20. A card is drawn randomly. إيه probability إن الكارد has a prime number greater than 10؟ ايه البرايم نمبرز greater than 10؟ تقول لي في ال 11 ده برايم، ال 13 ده برايم، ال 15 مش برايم، انما ال 17 برايم وال 19 برايم. نفكر الناس، ناس يعني ايه برايم؟ برايم يا ولاد هو الرقم اللي ما ينفعش غير ايه؟ غير يتعمل الرقم نفسه تايمز 1. يعني ايه؟ ال 2 ما تنفعش غير 2 تايمز 1 تبقى برايم. وبالمناسبه الاصغر رقم برايم هو 2، والرقم الوحيد اللي ايفن هو 2، يبقى 2 هو البرايم نمبر الوحيد اللي ايفن. تمام، ال 3 برايم ما تنفعش غير 3 تايمز 1. طب ال 4 لا، عشان تنفع 2 تايمز 2 و 4 تايمز 1. تمام، طب ال 6 تقول لي لا مش برايم، ما فيش رقم ايفن برايم من الاخر غير ال 2. ال 9 برايم لا، طب ال 15 برايم لا، عشان تنفع 5 تايمز 3. انت فاهم كده؟ يبقى ايه الارقام البرايم؟ ال 11 وال 13 وال 17 وال 19، أربع أرقام من كام كارت كلهم؟ من كام كارت دول بقى كلهم؟ من 20، يبقى 4 من 20. هل دي simplest form؟ اعمل divided 2 divided أو divided 4 divided 4 تطلع 1 over 5. تمام يا شباب، دي كانت المسألة دي. اللي بعده the probability that the chosen number from the set اللي قدام حضرتك دي has a square value that is positive. تقول لي طب ما إيه ده؟ ما أي رقم لو عملت له square value هيطلع بوزيتيف، يبقى كله دي صح كده؟ دي ولا تعالى كده نتاكد بس، لا الزيرو، الزيرو ما ينفعش. ازاي بس من اللي انا بقوله ده؟ الزيرو لو عملته باور 2 مش هيحصل، يبقى ده لو عملت له سكوير هيطلع بوزيتيف، ده لو عملت له سكوير هيطلع بوزيتيف، ده لو عملت له سكوير هيطلع بوزيتيف، وده لو عملت له سكوير هيطلع بوزيتيف. يبقوا اربع ارقام من خمسه. الزيرو لو عملت له سكوير هيطلع زيرو، مش رقم بوزيتيف، والزيرو لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. تمام كده؟ ماشي، يلا نيجي اللي بعده.
السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ السؤال اللي بعده ندي رشة بس كده ايه؟ عشان ايه؟ نتأكد كده انهم ايه؟ ماتوا خالص. ماشي يلا ندي بقى المسألة رقم 30 كده واحنا بقى منتعشين كده. بص يا سيدي، لو حد عنده اقتراحات لمبيد حشري قوي يكتب لي في الكومنتس تحت. يعني اللي بعده رقم 30، رقم بيقول لي if A and B are two events from a sample space of a random experiment، مديني الـ A ومديني الـ B. وبص بيقول لحضرتك ايه، ان اليونيون equal twice الـ intersect. يعني ايه الكلام ده بقى؟ بيقول لي ان اليونيون قد الـ intersect. تقول لي طب مبدئيا انا في حاجة اقدر احسبها، مش انا عارف القانون بتاع الـ probability of A union B عبارة عن الـ probability بتاع الـ A plus الـ probability بتاع الـ B minus الـ probability بتاع الـ A intersection الـ B. حلو، هو بيقول لي ان اليونيون ده قد 2 من الانترسكت. تقول لي ايه ده، طب ما انا اقدر اشيل ده واحط 2 من الانترسكت. فهمت كده، احنا هنعمل ايه؟ ودي بقى الانترسكت دي جنب اختها 3 من الانترسكت. تقول لي يعني انا ودي ده كده، انا كاني كده حسبت الانترسكت، ادي 3 من الايه انترسكت بي اهو. فهمت كده الموضوع عباره عن ايه؟ الاي بكام؟ ب 9 اوفر 20. البي بكام؟ ب 3 اوفر 10. وده ايكوال كام بقى؟ 3 من البروبابيلتي بتاع الاي انترسكت بي. اعمل ديفايد 3، تعالى نجمعهم كده ونعمل ديفايد 3، اظن هيطلع 15 اوفر 20، وبعدين نعمل ده هيطلع ب 1 اوفر 4 في الاخر على ما اظن يعني. تعالى نتاكد كده، بص كده، يبقى انا هقوم عامل ايه، 9 اوفر 20 اول حاجه، بعدين بلس 3 اوفر 10 ده أول حاجة، بعدين اللي يطلع لي نعمله ديفايدد كام؟ ديفايدد 3. طلع فعلا الانترسكشن ب 1 اوفر 4. يبقى ركز معايا، الـ A انترسكشن B طلع لي بكام؟ أنا معرفش هو ده اللي طالبه ولا لأ. الـ A انترسكشن الـ B طلع ب 1 اوفر 4. طب يبقى الـ A يونيون الـ B عبارة عن إيه؟ الدبل بتاعها 2 تايمز الكلام ده، 2 تايمز الكلام ده يعني هاف. ده اليونيون وده الانترسكت، إيه اللي هو طالبه بقى؟ البتاع الغريبة اللي هو طالبها دي. تقول لي طب هي دي عبارة عن ايه يا مستر؟ دي اللي انت على طول بتنساها. انا فعلا على طول بنساها، بس انا ايه، بشغل مخي وارسمها اهو. دي عبارة عن الاي انترسكت البي داش. يعني ايه؟ يعني عايز الاي كلها، بص 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 بص، كل الاي بتقطع البي داش، كل حاجة بره البي بتقطعها فين؟ كل حاجة بره البي، بص بص بص، كل حاجة في الحتة دي. يعني انا عايز الحتة دي. طب هي الحتة دي عبارة عن ايه؟ ايه ماينس البي. تقول لي يعني هو عايز الـ probability of A minus الـ B، كأنه عايز الجزء ده. أنت فاهم بقى أنا عايز إيه كده؟ طيب مش الـ A minus الـ B عبارة عن probability of A minus الـ probability بتاع الـ A intersection الـ B؟ الـ intersection لسه جايبه بـ 1 over 4. طب والـ A بكام؟ بـ 2 of بـ 9 over 20. يبقى أنا هعمل 9 over 20 minus الكام؟ minus الـ 1 over 4. يبقى 9 over 20 minus الـ 1 over 4. أهو يا باشا. 9 over 20 minus كام يا مهندس؟ minus 1 over 4. يطلع بكام الكلام الرائع ده؟ يطلع ب 1 over 5 اللي هي الإجابة رقم C. نعلم على C. اللي بعده، المسألة اللي بعدها رقم 31. 31 بيقول لي إيه؟ بيقول لي if A and B are two events in the sample space، مديني الـ A داش equal 3 over 5 من الـ A union B equal 0.45. سؤال، يعني معنى كده البروبابيليتي بتاع الاي داش بكام؟ ب 0.45 اهو، الاي داش ايكوال ده. تقول لي طب استنى، ما تيجي نجيب البروبابيليتي بتاع الاي ازاي؟ 1 ماينس ده، 1 ماينس ده يطلع ب 0.55، تعالى جنب كده. وبيقول لي ان 3 اوفر 5 من البروبابيليتي اوف اي يونيون بي عباره عن 0.45. تقول لي طب ما تيجي نعمل 0.45 ديفايدد 3 اوفر 5. ماشي، تعالى كده نطلع الآلة الحاسبة الجميلة أهو، ونقوم عاملين 0.45 divided by 3 over 5 أهو. يبقى اليونيون طلع لي بكام؟ ب 3 over 4. يبقى البروبابيلتي بتاع الـ A يونيون B إيكوال كام؟ 3 over 4. يبقى أنا كده عندي الـ A وعندي اليونيون. وبص مديني إيه؟ A difference B. تقول لي طب استنى، مديني الـ A difference B. تقول لي طب استنى، هو مش الـ probability بتاع الـ A difference B القانون بتاعها عبارة عن الـ probability of A minus الـ probability بتاع الـ A intersection B؟ أقول لك مظبوط. تقول لي طب ما أنا دي استغلها بحاجة، إذا كان الـ difference بـ 0.2 والـ A إحنا لسه جايبينه بـ 0.55،
ما انا اقدر اجيب الانترسكشن. اه شوف بقى، انا كل ده لسه عمال اطلع حاجه ورا حاجه. تعالى يلا نجيب البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن البي، هعمل دي بدول ماينس، هيطلع ب 0 بوينت كام؟ 35. بص بقى، انا دلوقتي عندي الانترسكشن وعندي اليونيون وعندي الاي، اقدر اجيب البي ولا لا؟ تقول لي طبعا. ازاي؟ من قانون اليونيون. قانون اليونيون بيقول ايه؟ البروبابيليتي فوق اهو، وفي اي يونيون بي عباره عن الاي بلس البي ماينس الانترسكشن، صح ولا لا؟ البروبابيليتي بتاع اليونيون قلنا اليونيون بكام اهو، عشان ما انتوش اليونيون قلنا بكام؟ قلنا ب 3 اوفر 4 ايكوال. البروبابيليتي بتاع الاي ب 0.55، البروبابيليتي بتاع البي انا عايزها ماينس الانترسكشن اللي هو بكام؟ ب 0.35. يعني انا هعمل ايه؟ هعمل ال 0.55 ماينس ال 0.35 واوديها الناحيه الثانيه، تطلع ب 0.55 اللي هي الاجابه رقم دي. فاهم بقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هحسب ده وده الاول ماينس، واللي يطلع لي اوديه هناك بال 3 اوفر 4 ماينس الرقم اللي هيطلع لي. المفروض يطلع لك 0 بوينت كام؟ 55، اللي هي الاجابه رقم دي. اتمنى ان دي تكون. اللي بعده البروبابيليتي بتاع البي ب 5 اوفر 8 ماشي، والاي ماينس البي. تقول استنى، البروبابيليتي بتاع الاي ماينس بي دي ليها قانون برضه. ايه البروبابيليتي بتاع الاي ماينس البي اللي هي البروبابيليتي بتاع الاي؟ تعال نكتب الرول بقى، نكتب الرول كده بطريقه منظمه كده، ان البروبابيليتي بتاع الاي ديفرنس البي هي البروبابيليتي بتاع الاي ماينس البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن البي. حلو قوي، ده كده ب 1 اوفر 8 ماشي. حلو، البي عندي ماشي، يقول لي انا ما اعرفش استفاد بيها ايه، وبيقول لي ان البروبابيليتي اوف ايه ايكوال 3 اوفر 2 من الانترسكشن. تقول لي طب ما تيجي نشيل البروبابيليتي اوف ايه دي وحط مكانها 3 اوفر 2 من البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن البي ماينس البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن البي. الكلام ده بكام؟ ب 1 اوفر 8. ايه ده؟ 3 اوفر 2 من البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن بي ماينس واحده من الاي انترسكشن البي. بص، 1 اند هاف من حاجه ماينس واحده من حاجه، 1 اند هاف من حاجه، 1 اند هاف اللي هي 3 اوفر 2. 3 اوفر 2 من حاجه ماينس واحده من حاجه. طب ما انا اقدر اجمعهم او اطرحهم يعني، وات ايفر يعني، هعمل 1 اند هاف ماينس 1 تطلع هاف البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن بي ايكوال 1 اوفر 8. تيجي نعمل ده ديفايدد هاف، تطلع الاي انترسكشن بي، يطلع البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن بي ايكوال 1 اوفر 4. ده اللي هيطلع. حلو قوي، بعد ما انا جبت الكلام ده، الراجل ده طالب ايه يا ولاد؟ الراجل ده طالب البروبابيليتي بتاع الاي. خلي بالك انا ايه المعلومه اللي عندي؟ انا جبت الانترسكشن وعندي البي تمام كده، وعندي عايز اجيب الاي. تقول لي طب ما هو، ما انا لسه قايل ان الاي، مش انا جبت الانترسكشن، ما انا لسه قايل ان البروبابيليتي بتاع الاي عباره عن 3 اوفر 2 من البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن البي يا مستر. شيل بقى الاي انترسكشن البي وحط مكانها كام اهو، شيل الاي انترسكشن البي حط مكانها 1 اوفر 4. يعني كاني بعمل ده تايمز ده، يطلع الاجابه ب 3 اوفر 8. تمام يا شباب، اتمنى ان دي تكون واضحه. بص، كلها لعبه ايكويشن لو انت شايف، بس كلها بتلف وتدور حوالين ايه؟ الثلاث قوانين اللي عندنا، قانون اليونيون او الانترسكت الاثنين واحد، والديفرنس والكومبلمنت. شكرا، هم الثلاث قوانين دول عمال اتشقلب فيهم واطلع معادلات. تمام، هنا بيقول لحضرتك ان الاي ايكوال ثلاث مرات الداش. الحته دي مهمه بقى، بص بقى دي لوحدها كده تقدر تطلع لك الاي. تقول لي ازاي؟ اهو البروبابيليتي اوف اي ايكوال ثلاث مرات البروبابيليتي بتاع الاي داش. تقول لي طب هو مش الاي داش ده، شايف الاي داش ده؟ اقدر اشيله واحط مكانه 1 ماينس البروبابيليتي اوف ايه اهو، 1 ماينس البروبابيليتي اوف ايه، ما هو هو الاي داش. دخل ال 3 هنا كده، يبقى البروبابيليتي اوف ايه ايكوال 3 ماينس 3 من البروبابيليتي اوف ايه. ودي ال 3 دي هناك كده، يبقى 4 من البروبابيليتي اوف ايه. ليه 4؟ واحده وراح يطلع 3 بقى 4 ايكوال 3. يبقى البروبابيليتي بتاع الايه ب 3 اوفر 4. جبت البروبابيليتي بتاع الاي. طب ايه المعلومه الثانيه اللي عندي؟ الانترسكشن طالب ايه؟ ذا بروبابيليتي اوف ذا اوكيرنس اوف اي اونلي. ارجع للتيبل، يعني ايه اونلي؟ يعني ايه ماينس بي؟ تقول لي طب ما دي عباره عن بروبابيليتي اوف اي ماينس البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن الاي بكام؟
ب 3 اوفر 4 لسه جايبين. الانترسكشن بكام؟ ب 0.2. نحسب ده يطلع ب 0.55. ماشي يا شباب، دي كانت المسألة رقم 33. سؤال كمان، انا ابتديت ازهق بصراحة. رقم 34 بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك ايه وبي تو ايفنتس، البي جوه الايه؟ شايف البي هي اللي جوه الايه. ماشي، استنتج من كده كذا معلومة. اول معلومة استنتجها ان الانترسكشن بتاعهم هو البي، وان اليونيون بتاعهم هو الايه. تمام، هنا بيقول لي ان الايه ب 0.6. خلي بالك الاي دي اللي هما الاتنين على بعض، واتنين من البي ب 0.6، يعني البي لوحدها بكام؟ ب 0.3. تقول لي طب ما دي تفيدني في حاجة، ان دي لوحدها ب 0.3 ودي كلها على بعض ب 0.6. طب هو طالب ايه؟ وخلي بالك ال 0.3 اللي هي البي، يعني البي ده هو الانترسكشن. تقول لي طب هو طالب البروبابيليتي بتاع الاي ماينس البي، يعني ايه البروبابيليتي بتاع الاي ماينس البي؟ اللي هو probability of a ماينس البروبابيليتي بتاع الاي انترسكشن البي. ما هي الاي كلها هي اللي ب 0.6، والانترسكشن اللي هو بكام؟ ب 0.3 اللي هو البي. يتبقى لي الحتت اللي بره دي اللي هي بكام بقى؟ 0.3. ما هو 0.3 و0.3. فهمت كده الفكره كلها؟ دي كانت المساله رقم كام؟ رقم 34. نيجي المسألة اللي بعدها، بيقول لي ان الاي سبست من الاس. ماشي، الاي جوه السامبل سبيس. بيقول لي ان الداش اوفر ده ب 3 اوفر 5، عايز الاي نفسها. نفس الفكره، بدل الاي داش دي نحط مكانها ايه؟ 1 ماينس البروبابيليتي اوف ايه اوفر البروبابيليتي اوف ايه. الكلام ده ايكوال كام؟ 3 اوفر 5. حضرتك عايز تعمل كروس مالتيبليكيشن تجيب لي البروبابيليتي اوف ايه؟ اهلا وسهلا. عايز تمسك الاله الحاسبه وتعمل شيفت سولف كده، تكتب 1 ماينس اكس اوفر اكس ايكوال 3 اوفر 5 وتطلع الاكس، انت حر، كله صح. تمام، انا هعمل كروس مالتيبليكيشن، 3 من البروبابيليتي اوف ايه ايكوال ال5 تخش هنا وهنا، 5 ماينس 5 بروبابيليتي اوف ايه. ارمي البروبابيليتي اوف ايه كلها في ناحيه واحده، يبقى 8 من البروبابيليتي اوف ايه ايكوال 5. 8 ازاي وال5 دي راحت بالبلس، يبقى البروبابيليتي اوف ايه ايكوال 5 اوفر 8. فين 5 اوفر 8؟ اللي هي رقم سي. السؤال اللي بعده رقم 36، بيقول ايه يا باشا؟ بيقول لك لو A و B two events in a sample space، البروبابيليتي بتاع الداش قد الـ A، يبقى دي بكام وكام؟ هاف وهاف، صح؟ ماشي. بيقول لي البروبابيليتي بتاع الانترسكشن ب 1 over 3، طالب الـ A difference B. تقول لي طب ما هي البروبابيليتي بتاع الـ A difference B عبارة عن البروبابيليتي بتاع الـ A minus البروبابيليتي بتاع الـ A intersection، يعني هاف minus 1 over 3. بس هو ده الفكرة. هاف minus 1 over 3 أظن اللي هي كام؟ على ما أظن يعني اللي هي 1 over 6. هنتأكد، نتأكد كده وإيه ونحسب half minus 1 over 3. أظن 1 over 6 يطلع ب 1 over 6. ماشي يا شباب، نيجي اللي بعده. اللي بعده بيقول لحضرتك إيه؟ بيقول لحضرتك if A و B are two events in a sample space، ال A subset من ال B، يعني ال A جوه ال B. تمام كده، بيقول لي probability of A بهاف، وال probability of occurrence of B only ال B فقط فقط، يعني بص الحتت اللي بره دي 0.2. تمام، وال A اللي جوه بهاف، then the probability of the non-occurrence of B، ان ال B ما يحصلش. انت معايا كده؟ ان البي ما يحصلش، يعني هو الراجل ده طالب ايه؟ طالب ان البي داش، طالب اللي بره البي. تقول لي طب استنى، هو البي كلها عباره عن ايه؟ مش البي هو اليونيون بتاع ده وده؟ اذا كان الحته اللي جوه بس بهاف، الايه بهاف، والحته اللي في النص اللي ما بينهم البي اونلي دي ب 0.2، يعني دول على بعض ب 0.7. انا عايز بقى اللي بره 0.7 اللي هي 0.3. فهمت كده؟ يعني انت ممكن تفهمها كده يعني، انما عايز تشتغلها رولز يا اخويا اشتغلها رولز. فاهم كده الموضوع عباره عن ايه؟ اللي بعده بيقول لي 5 ايدنتيكال كاردز مترقمين من 2 ل 6، يعني ايه؟ يعني عندك كارت رقم 2، كارت رقم 3 و4 و5 و6، دول الكروت بتاعتي اهم. ماشي، مالهم بقى الكروت؟ كام كارت دول بالمناسبه؟ 5 كروت، عشان ما حدش يتلخبط يقول 4، لا دول 5 اهم انا كاتبهم لك. تمام، drawn one after the other with replacement. يعني ايه with replacement؟ يعني لما بختار كارت برجع احطه مكانه تاني، ممكن اختاره تاني.
and observing the sequence of the number to form all possible two-digit numbers. ماشي. الحاجات اللي ممكن تكون رقمين معينين. طيب انا بكون تو ديجيت نمبر، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ اول واحده دول ممكن احط هنا اي رقم من الخمسه، وتاني واحده ممكن اختار اي رقم من الخمسه، يبقى انا عندي 25 رقم ممكن يطلعوا لي. لو انت مش متاكد اللي هم 22 و23 و24 و25 و26 32 و33 و34 و35 و36 42 و43 و44 و45 و46 وهكذا، فاهم؟ ماشي. بيقول لي then the probability that the form number is of units digit، ال units digits بتاعه prime، ان ال units بتاعه يبقى prime، or ال tens digit يبقى odd، يعني ده وده. طب هو عشان ال units يبقى prime، هي ايه الارقام البرايم؟ ال 2 برايم وال 3 برايم وايه تاني برايم وال 5 برايم. في كام رقم من دول اليونتس ديجيتس بتاعه برايم؟ هيبقى كام رقم؟ خلي بالك ايه الارقام اللي عندي، تعالى نكتبهم كده. اولا احنا قلنا اللي هو بينتهي بده، يعني انا عايز رقم ينتهي ب 2، في كام رقم هينتهي ب 2؟ قلنا 22 تمام كده، وايه تاني؟ وال 23 سوري وال 32. ناخد بقى الحاجات اللي بتنتهي ب 2 الاول، وال 32 وال 42 وال 52 تمام كده، وال 62. دي كده الارقام اللي بتنتهي ب 2. نفس الكلام في ال 3، انت متخيل كده؟ انا على طول بقى ممكن اقول لك 15، بس يعني انا انت بس عشان الناس ايه الثاني بقى ايه 33 تمام. ثاني واحد اللي هو ايه، احنا قلنا اللي بينتهي ب 3، ايه بقى اللي بينتهي ب 3؟ تعالى كده اما نقولهم بقى، اللي بينتهي ب 3 في ال 23 وفي ال 33 وفي ال 43 وفي ال 53 وفي ال 63. طب اللي بينتهي ب 5 في ال 25 وفي ال 35 وفي ال 45 وفي ال 55 وفي ال 65. انت متخيل 15 رقم من الاخر، دول 15 واحد. اور رقم ال 10 بتاعه اود. طب هو ايه الارقام الاود؟ اهو اللي هم 3 وال 5 ال 10 بالاود، يعني عايز اول رقم يبقى اود، اللي هم ايه 32 و33 و34 و35 و36. واحد يقول لي دول خمسة والتانيين خمسة، ماشي يا عم انا عارف. 52 و53 و54 و55 و56. فهمت كده؟ يعني دول 10 هم. يبقوا دول كلهم كام كارت بقى؟ كلهم 10. كام رقم؟ 10. وكام يا ولاد؟ و15. تقول لي ايه ده؟ ده انا معنى كده لو انا جمعتهم على بعض يطلعوا بكام بقى كلهم زي ما احنا قلنا؟ اولا هل في ريبليسمنت قبل ما اجمعهم؟ ما اكيد في ريبليسمنت، في ارقام لازم اشيلها. تعالى بقى نتاكد ال 32 من غير ما اخدهم، انا عايز اخدهم على بعض يونيون. 32 مكتوبه هنا وهنا، هشيل واحده منهم. فهمت بقى انا ليه كتبتهم كلهم؟ ال 33 هل مكتوبه هنا؟ لا. ال 34 انا تهت. ال 33 مكتوبه، مكتوبه في الاثنين، هاخد واحده بس اشطب تمام كده. ال 34 لا هاخدها تمام. ال 35 مكتوبه. ال 35 فين ال 35؟ ال 35 اهي، هاخد واحده بس وهشطب دي. ال 36 لا. ال 52 مكتوبه، يبقى انا هاخد واحده هشطب دي واخد دي. فهمت بقى يعني هي معلش هي لفه سودا طبعا. ال 53 فين ال 53؟ ادي النيله السودا. فين يا مستر؟ فين يا مستر ال 53؟ ادي ال 53 موجوده اهي، هشطب دي. ال 54 فين النيله السودا؟ ال 54 مش موجوده الحمد لله، خلاص. ال 55 دي موجوده، هاخد دي واشطب دي مش عايزها تمام كده. ال 56 لا مفيش 56. تعال نعد بقى الارقام كلها من غير اللي انا شطبتها، بقوا كام رقم دول؟ 1 2 3 4، ودول بقى كام؟ 5 6، دول يعني دول 4 زي ما قلنا، 1 2 3 4، ودول خلاص خدتهم كلهم. 4 و15 يبقوا 19 من 25 كلهم. فهمت كده القصه كلها؟ اظن يعني ايه مساله مقرفه جدا، بس لو انت فاهم يعني احنا بنعمل ايه، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ايه بقى لطيف شويه. ماشي يا مهندس. ناخد كده اخر بقى سؤالين ولا حاجه، لان انا بصراحه ابتديت اتعب جدا. اللي بعده بيقول لي a box contains 8 cards مترقمين من 1 ل 8 drawn successfully with replacement. ماشي، يبقى من 1 ل 8. find the probability that the absolute difference
between the two numbers is equal 3. سؤال، هو انا هيطلع لي انا سحبت كم مرة؟ مرتين اتنين. اول واحد عندي 8 احتمالات، تاني واحد برضو عندي 8 احتمالات. ليه؟ لانه قال لي with replacement 8 times 8 يعني عندي 64 choices. طب وانا ايه الارقام اللي من 1 ل 8 اللي الديفرنس بتاعهم ب 3؟ تقول لي والله بص، هو خلي بالك كمان قام قال لك ايه، قال لك الابسولوت ديفرنس. يعني ايه ابسولوت ديفرنس؟ يعني ترتيب هنا عادي، يعني ممكن مره اول مره اسحب 8 و5 والمره اللي هسحب 5 و8، انت فاهم بقى؟ يبقى ايه الارقام اللي الديفرنس بتاعهم، عد معايا كده اللي الديفرنس بتاعهم 3. نبتدي بال8، ال8 وال5 وال5 وال8، ادي كده دول سحبتين. ايه تاني؟ ال7 وال4 وال4 وال7. ايه تاني؟ ال6 وال3 وال3 وال6. ايه تاني؟ ال5 وال2 وال2 وال5. ايه تاني؟ ال4 والكام بقى وال7؟ لا طب ما انا خلاص ال4 وال1 صح، هنكتب ال4 وال1 وال1 وال4. ايه تاني؟ هنقول كام وكام؟ 3 و0، مفيش 3 و0. كام واحد دول كلهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 من 64، 10 over 64 اللي هي كام over كام؟ لو عملت divided 2 divided 2 تبقى 5 over 32 اللي هي رقم A. ادي يا سيدي المسألة بتاعتنا. رقم 40 بيقول لي A and B are two events in a random experiment. Its elements have equal probabilities. يعني الA والB تمام كده، الإليمنتس بتاعتها عندها equal probability. بيقول لي probability بتاع الA بهاف، والprobability of A 1 minus probability of B. طب دي استنتج منها ايه؟ يعني ايه probability of A بكام؟ يعني 1 minus probability of B اللي هي بكام؟ يعني بهاف برضه. بيقول لي زين ايه بقى؟ number of elements اللي في الA قد اللي في الB، ولا number of elements اللي في الA اكبر من number of elements اللي في الB، ولا بيقول لي ان ده اقل؟ طب ما هو زي ما هم قد بعض، ما اكيد مش ده بهاف وده بهاف، ما خلاص يعني ما هو نفس التشويسز. احنا جايين نهرج بقى ولا ايه؟ ماشي، نيجي للمسألة اللي بعدها. يلا نكمل بقى شوية كده وخلاص، بس ممكن اخد حاجة بس صغيرة كده. بص هنا بيقول لي ايه؟ A die is designed such that while tossing it the probability of getting numbers 1 و 2 و 3 و 4 و 5 are equal. But the probability of getting number 6 is 3 times getting number 1. يعني هي مغشوشة ان يطلع لك الرقم 6 3 اضعاف ان يطلع لك اي رقم من دول. خلي بالك كأن كده ليها كام فيس؟ يعني انا عشان يطلع لي 1 عندي كام اختيار؟ هو اختيار واحد. عشان يطلع لي 2 هو اختيار واحد. 3 هو اختيار واحد. 4 5 كل دول واحد، انما 6 عندي 3 اختيارات. تقول لي ايه ده؟ ده كأنها ليها كام فيس؟ ال 6 لوحدها ب 3 والتانيين 1 و2 و3 و4 و5، دي لوحدها بثلاث حاجات. اقدر افكها كده واكتب مكانها ثلاث حاجات اهو، دول التلاتة دول ان يطلع لي رقم 6. يبقوا كام احتمال دول كلهم؟ 8. 8. بيقول لي زين ذا probability of getting an even number، في كام رقم ممكن يطلع لي؟ خلي بالك الستة لوحدها ليها تلات احتمالات. طب والاربعة والاتنين يبقوا دول كام واحد؟ تلاتة والاتنين دول خمسة. خمسة من كام بقى؟ من 8. ما هو كأنهم 8. فهمت كده القصة كلها عبارة عن ايه؟ ناخد واحدة كمان، آخر سؤال بقى خلاص لحسن بصراحة. طيب نيجي يا شباب لآخر سؤال بقى زي ما قلنا كده. بيقول لي A fair die is thrown once on a table and observing the number on the upper face. Then the probability of getting a number not more than 5. في كم number not more than 5؟ في كم رقم مش أكتر من الـ 5؟ الـ 1 والـ 2 والـ 3 والـ 4. تمام كده؟ بعدين بيقول لك and not less than 3. ومش اقل من ال 3. في كام نمبر نوت لس دان 3؟ تقول لي الايه؟ ال 4. وايه تاني؟ او كمان بص انت كمان انت ممكن تقول لي ايه؟ ايه النمبر اللي نوت مور ذان ال 5؟ ال 5 كمان. نوت مور مش اكتر من ال 5. صح ولا لا؟ يعني احنا كنا ممكن نكتب ال 5 مره كمان. هنا بيقول لي اند نوت لس دان 3. ايه الحاجات بقى اللي نوت لس دان 3؟ ايه الحاجات اللي مش اقل من الثري؟ اولا الثري مش اقل من الثري، دي قدها. وايه تاني اللي مش اقل من الثري؟ الفور مش اقل من الثري، والفايف مش اقل من الثري، والسيكس مش اقل من الثري. هو بقى مايل لحضرتك ايه؟ اند. اند يعني ايه؟ انترسكشن، عايز ده وده.
الثري والفور والفايف، لأنهم متكررين فيهم هما التلاتة. يعني الإجابة هتكون تلاتة من كام؟ من ستة اللي هي أهو. ولو عايز تتأكد بص على الثري كده، هتلاقيه ينطبق عليه الحاجتين دول، الثري مش أقل من الثري، ده صح، ومش أكتر من الفايف. الفور مش أقل من مش أقل من من الكام؟ من الثري، ومش أكتر من الفايف. الفايف مش أكتر من الفايف، ومش أقل من الكام؟ من الثري. تمام يا شباب، ده كده كان السؤال ده. أظن يعني الموضوع سهل وبسيط. أتمنى يا أولاد نكون استفدنا من الكلام دوت. وأي حد أي عنده أي أسئلة أو أي حاجة يا ريت يبعتها لي. ربنا يوفقكم كده يا شباب، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. شكرا.